المرض التاني اللي انا عايز ادخله كده ازقه كده مع امراض العصر ولانه زائق نفسه لوحده، وهو الاكتئاب. الديبريشنز او الاكتئاب مرض نفسي بيؤثر على جميع اعضاء الجسم البشري بمعنى الكلمة. وبيحدث مرض الاكتئاب او القلق او الارق او التوتر أو الوسواس القهري إلى آخره من أمراض الجهاز العصبي نتيجة خلل أو اختلال في التوازن الكيميائي لكيميائية المخ. يعني إيه؟ المخ ده حضراتكم ما هوش محطوط كده على الجمجمة، يعني ما هوش محطوط كده في الجمجمة. يعني المخ ده وزنه تقريبا كيلو ونص، من كيلو إلى كيلو ونص. أنت بتحس إن في كيلو أو كيلو ونص على رقبتك؟ لا طبعا. ليه؟ لأن هو عايم بمعنى الكلمة في السوائل دي، في سائل في الجمجمة. هذا السائل اللي معايم فيه المخ ده رايح جاي موصلات كيميائية، كيميكالز ميدياتورز، من المخ إلى أعضاء الجسم، من أعضاء الجسم إلى المخ، بسرعة يعني لا تتخيلها أبدا بمعنى الكلمة. هذه الكيميكال ميدياتورز أو الموصلات الكيميائية أو الوسائط الكيميائية أيا كان المسمى عايز تسميها، اسمها كيميكال ميدياتورز، لو حدث أي خلل ولو طفيف يحدث مرض نفسي مباشرة، باختلاف بقى المستوى وباختلاف الخلل اللي حصل وباختلاف العنصر الكيميائي اللي حصل فيه هذا الخلل، ويبتدي فعلا يدلنا الصور اللي احنا بنشوفها كتير جدا من الاكتئاب والقلق والأرق والتوتر والوسواس والانفصام إلى آخره من أمراض الجهاز العصبي. الزملاء الافاضل في التخصص النفسيه والمخ والاعصاب بيبتدوا يدوا كيميكالز، بعض الادويه، ان هي تهبط وتثبط هذه الحركه الدائمه السريعه جدا 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 الكثيره جدا 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 اللي بتعد بالبلايين العمليات اليوميه في المخ، وابتدي زي ما يكون بيطفي النور ده، يبتدي الانسان، يعني انا اسف في الكلمه، انا بسميها يفقد الحياه، يعني خلاص قاعد كده زيه زي الكرسي اللي قاعد عليه، مفيش تجاوب، مفيش استمتاع بالحياه، مفيش رد فعل، مفيش احتياجات الى اخره من كل هذه المشاكل اللي احنا بنشوفها فعلا وبنحسها مع ادويه المخ والاعصاب. يعني معنى كده دكتور ان انت مش عايز الناس تتعالج في المخ؟ لا خالص، هذا ليس مقصدي وليس معنى كلمتي ان انا بقلل من شأن المخ والاعصاب او بأهمش تخصص المخ والاعصاب، بالعكس ده من اشهر ومن ارقى التخصصات في المجال الطبي، ولكن تعامل الطب البديل بيختلف اختلاف تام عن هذا التعامل في فرع المخ والاعصاب. الاكتئاب من امراض العصر، لن يختلف معي اثنين عن هذا القول، ويعاني منه الكثير، ولو لمحة بسيطة يعني لازم الواحد يجيله شوية اكتئاب كده وممكن يفك تاني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني أوصيكم وأوصي نفسي دايما بذكر الله، لو حصلت ضيق في التنفس كده وضيق في الصدر وضيق في الحياة والمود اتقلب زي ما احنا بنقول، لا يعني عليك بذكر الله سبحانه وتعالى، توضى كده وصلي ركعتين هتجد أن هذه الغمة انزحت بفضله سبحانه وتعالى. يحدث في المجال الطبي أن تتفاقم الحالة جدا جدا وتصل إلى درجة عالية جدا من الاكتئاب، ويبتدي المجال الطبي يقف مكتوف اليدين. الطب البديل له تعامل آخر تماما مع حالات الاكتئاب والأرق والقلق والتوتر والوسواس. خليني أشاهد هذه المداخلة من حلقة سابقة مع بعض، وركزوا كويس جدا مدة العلاج ومدة المرض كانت قد ايه، والعلاج بتاع الالترنتيف ميديسن او الطب البديل كان عامل ازاي، وعلاج الويسترن ميديسن كان عامل ازاي في هذه الحالة من امراض العصر وهي الاكتئاب. انا اقسم بالله كان أبو يعني والدي كان تعبان، قعد 3 سنين حضرتك، 3 سنين مكتئب لدرجة ان هو يعني احنا تهنا بيه، يعني انا ابويا مخلص علاج ملوش اول من اخر. تمام. فالحمد لله يا دكتور، الحمد لله، الفضل ليك، الفضل اللي ربنا الاول ثم لحضرتك. ابويا جالك يعني اليوم اللي جالك فيه الحمد لله يا رب، الحمد لله طلع حاجه ثانيه، بني ادم ثاني الحمد لله رب العالمين. يعني احنا 3 سنوات يا ام محمد السيد الوالد في حاله اكتئاب، 3 سنين ده هو يقول لحضرتك، هو نفسه معاك، مع حضرتك هيحكي لك على اللي هو مر بيه كله.
ايوه يا دكتور، اهلا بيك يا حاج حامد، ازاي حضرتك؟ البركه في ربنا الاول وفيك، الله يخليك، الله يحفظك يا حاج حامد. وفي بنتي اللي وصلتني لك. طب يا حاج حامد، بس انا عايز من حضرتك توصف لنا يعني حالتك كانت ازاي من 3 سنين يا حاج. المرض بتاعي بدأ من 3 سنين، تمام، ورقت في وسطه 4 شهور كويس، ورجع بدأ تاني. تمام. اروح لدكتور يديني علاج ينيم ويهبطني وما بروحش تمام، وما خلتش لحد المستشفى امراض العقليه رحته، كويس، برضه يقول لي كل شهر تيجي تاخد العلاج 6 علب، باخدهم كل شهر واروح له يقول لي عملت ايه، اقول له اللي انا عليه. زي ما انت. بعد الحجامه يا دكتور صبحت الصبح اكنني مولود جديد، اللي الحمد فات لله رب كله العالمين. اكن في صباحيتها، في صباحيتها. قلت لو انا اعرف ان الدكتور هيعمل فيا كده ده انا اكتب له فدان ملك عشان اروق وكده، عشان عيالي لما جيت نمت ومرتي بقى لها معايا 50 سنه قالت لي موت قبل الموت ما يغلى وابن قال ما اروحش ربنا ابوه. يبارك في عمرك يا حاج حامد، سمعت ربنا انا يبارك في الحته دي. عمرك. يعني الحاج حامد اسال الله العفو والعافيه لنا جميعا، 3 سنين وهو يعاني من الاكتئاب، يعني خف في خلال ال3 سنين ده 4 شهور زي ما سمعنا، لف على دكاتره النفسيه والعصبيه تقريبا جميعا، بنته بتقول اخذ علاج ملوش لاول ولا اخر، حتى وصل الى مستشفى الامراض العقليه والنفسيه، وابتدى ياخد 6 علب شهريا، والدكتور يساله ايه الاخبار، زي ما انا تكرر تاني الى اخره، لغايه ما ابتدى ان هو يجرب زي ما انتوا بتقولوا التعامل مع الطب البديل او الالترنتيف ميديسين. يعني بنته بتقول اليوم اللي جالك فيه خرج واحد تاني، هل هذا يعقل؟ يعقل بفضل الله سبحانه وتعالى، لان زي ما ذكرت من لحضراتكم من قبل ان الحجامه الطبيه في الحالات النفسيه والذاكره والصداع بمعنى الكلمه مفعول وقتي حالا، سبحان الله، وبتكون النتيجة فعلا مبهرة بالنسبة للمريض وبالنسبة للطبيب. هو نفسه بيقول أنا صبحت الصبح تاني يوم حد تاني خالص، مولود جديد، يعني كل اللي فات ده بفضل الله سبحانه وتعالى وكأنه لم يكن، وابتدى يتعامل تاني مع الناس وابتدى يرجع للحياة تاني، فعلا بمعنى الكلمة يرجع للحياة تاني. بعد ما كان بياخد علاج بيعمل له حاجتين، بينيم ويهبط، وده اللي أنا بحكيه عن علاج الامراض النفسيه، بينيم ويهبط. اوعى تاخد كلامي ده ان انت توقف دلوقتي حالا الامراض النفسيه، العلاج الامراض النفسيه، خطر جدا انك من نفسك توقف علاج الامراض النفسيه، خطر جدا ان من نفسك توقف علاج الامراض النفسيه، لان ليه طريقه معينه احنا بنوقفها بيه، اللي هي الودرول او الانسحاب بتاع الادويه بتاعتنا، لا يكون مره واحده، اوعى، حذاري من هذه النقطه. كان بياخد علاج نفسي بيهبطه بينيمه، يعني بيفقده الحياة بمعنى الكلمة، لا تجاوب ولا تفاعل مع الحياة ولا أي فعاليات مع الحياة، ولا قادر يتعامل ولا قادر يروح ولا قادر يجي، بمعنى الكلمة فقد للحياة. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت المشكلة تماما تماما، والحمد لله رب العالمين، زي ما هو بيقول بقى يعني مولود جديد، وزي ما بنته بتقول إن هو فعلا بقى حد تاني بمعنى الكلمة في نفس اليوم اللي جه في العيادة وتناول هذا العلاج. الحمد لله رب العالمين، اللي من فضل الله سبحانه وتعالى بقول ان هو بيتعامل مع الخلية الحية بذاتها بنفسها، ما بندخلش حاجة كيميائية خارجية الا قليل جدا مع بعض الحالات.